طبعا التحديات اللي قابلتنا في اكتشاف المنصورة سورس كانت تحديات كبيرة. أولا الأهل، ده في المقام الأول، إزاي نقنع أهلينا إن إحنا نطلع رحلة زي دي ونقعد ونخيم، كمان تخييم في الجبل مش يوم ولا اتنين، إحنا كنا طلعنا قبل كده وخيمنا بس كان يوم أو اتنين بالكتير، لكن إحنا نطلع ونخيم لمدة مثلا 21 يوم متواصلة في الجبل، كانت طبعا بالنسبة لأهالينا دي حاجة كبيرة. لا رحلة المنصورة سورس زي ما كانت كلها ممتعة، كان فيها صعوبات كتيرة جدا. احنا مثلا ساعات قام علينا عاصفة رملية يمكن خلعت الخيمة بتاعتنا كلها، واضطرتنا ان احنا نوقف شغل ونغطي الشغل. دي صعوبات. الحر الشديد جدا جدا اللي كان بيضطرنا ان احنا نوقف شغل من 12 ل 3 كل يوم، دي صعوبات جوية. مواقف في القلق في الصحراء كتير طبعا، يعني وغير متوقعة طبعا. يعني مثلا مرة نزل علينا ناس كانوا بيراقبونا، لان احنا بطبيعه الحال قاعدين بنعمل براشنج او بنستخدم فرش زي بتوع الاثار، فكان بالنسبه لهم ان احنا بندور على الاثار، فنزلوا لنا ناس 5 أو 6 بيقولوا لنا احنا مراقبينكم بقالنا اسبوع. طبعا يعني ينزل لك حد من اماكن مختلفه وانت قاعد في مكان هو، يعني ده شيء كان مقلق. في الشغل بتاعنا كنا بنستخدم عربية ملاكي ما فيهاش دفع رباعي، عربية نيسان زي اي عربية. المرحلة اللي احنا فيها بالنسبة لمركز جامعة المنصورة حفاظ فقرية احنا كنا مخططين لها قبل كده من 5 سنين في الخطة الخمسية، المفروض في 2018-19 نكون في المكانة دي، وفعلا حققنا كل الانجازات اللي احنا عايزينها. احنا عندنا كمان اهداف مرحلية ل5 سنين قدام، عندنا اهداف ل10 سنين قدام. طبعا مزيد من الاكتشافات العلمية في الطريق، مزيد من الطلبة، مزيد من التراث الطبيعي المصري اللي هيطلع للعالم. بعد 5 سنين أو 10 سنين هيكون عندنا متحف للتاريخ الطبيعي، مش هيبقى معمل صغير بالشكل ده، هيبقى أكبر حجما.